تحت رعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، نظم قسم الأشعة بمستشفى ابن سينا فعالية اليوم العالمي للجلطة الدماغية، ويشكل اليوم العالمي للسكتة الدماغية الذي حدد في 29 من أكتوبر من كل عام مناسبة لنشر التوعية حول هذا الأمر. والسكتة الدماغية مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه إذا قام الشخص باستشارة الطبيب في الوقت المحدد، وأكثر من 70% من المرضى يتعافون بعد تلقي المساعدة الطبية، بينما يشدد الأطباء على تحديد الأعراض والتواصل مع المستشفى لتلقي العلاج. وللمزيد حول أسباب وعلاج الجلطات الدماغية، كاميرا اي تي في العدالة التقت بالمختصين، نتابع. عندنا فعالية اليوم بمناسبة اليوم العالمي للجلطات الدماغية، World Stroke Day. طبعا هذه هدفها التوعية بهذا المرض الخطير، بأسبابه، بطرق الوقاية منه. إن شاء الله متواجدين في مول العاصمة من الساعة 10 إلى الساعة 10 مساء. الأعراض المبكرة للجلطات مهم أن نتعرف عليها، عشان المريض لازم يوصل بأسرع وقت ممكن إلى المستشفى. تتمثل في كلمة عاجل، العين هو عسر في النطق أو الكلام، الألف انحراف في الوجه، يصير عنده مثل شلل في الوجه ويصير فيه انحراف، الجيم يصير فيه ضعف في الجسم، لام لا تتردد في طلب النجدة أو الذهاب إلى المستشفى. فكلمة عاجل مهم جدا نتعرف على هذه الأعراض ونوصل للمستشفى بأسرع وقت ممكن إن شاء الله. الناس يقولون الوقت من ذهب، إحنا نقول الوقت من مخ. ليش؟ لأن كل دقيقة تطوف خلايا المخ تموت وما لا يمكن أن نعوضها في حال حدوث جلطة. فعندك أنت ساعة ذهبية لازم من خلالها ينعطى الدواء المذيب للجلطات، عبارة عن 4 ساعات ونص، وأيضاً الساعة الذهبية اللي لازم من خلالها يتم عمل مثلاً قسطرة إذا المريض ممكن يعني يستفيد من قسطرة الدماغ، عبارة عن 6 ساعات. فكل ما المريض وصل للمستشفى بصورة أسرع، كل ما تلقى العلاج بصورة أسرع، ويعني كانت النتائج أفضل بالنسبة للمريض. العوامل أو الأسباب كثيرة، من أهمها التدخين، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع في السكر، عدم الحركة والنظام الغذائي الخاطئ، السن أيضا، ووجود أمراض أخرى مثلا أمراض القلب. دائما أمراض القلب تكون مرتبطة ارتباط وثيق بأمراض الجلطات الدماغية. طبعا أول شيء لازم تعرفون شنو السكتة الدماغية. السكتة الدماغية هي عبارة عن انسداد في الأوعية الدموية اللي تكون في الدماغ، أو النوع الثاني اللي هو يكون فيه نزيف. احنا اليوم تركيزنا على النوع اللي يكون فيه انسداد في الأوعية الدموية. طبعا من المهم ان نعرف شنو الأعراض اللي ممكن تحوش الشخص لما تصير معاه هذه السكتات. اول شيء ممكن يصير عنده لخبطة في الكلام، ما يقدر يعبر عن نفسه، لسانه يثقل، يحوشه تنميل او خدار جهة معينة بالجسم، او ضعف معين بالجسم. هم من الوجه ساعات ممكن تحوشه، عفوا الوجه ممكن يحوشه ضعف، الوجه بعد ممكن يلتف. في ناس هم تصير عندهم مشاكل بالنظر او بالعيون. طبعا مهم انه لما الشخص تحوشه هذه الاعراض يلحق المستشفى، وكل ما يلحق المستشفى اسرع كل ما قدرنا نتفادى الاضرار اللي ممكن تحوش الشخص مع الجلطات، ونقدر نعالج الجلطه بشكل اسرع وبشكل افضل.